إيمان، كيف بتعملي فيديوهاتك؟ إيمان، شو بتستعملي برنامج؟ إيمان إيمان إيمان، كتير أسئلة، وبهيدا الفيديو حجاوب على كل أسئلتكم، وبتمنى أني فيتكم لو إنه شيء كتير بسيط. وإذا أول مرة بتشوف هالفيديو لإلي، ما عليك إلا تكبس زر السبسكرايب واللايك، تابع الفيديو للأخير حتى تستفيد أكتر وأكتر. تطبيق الإنشاد هو تطبيق كتير سهل وخصوصي للمبتدئين، تطبيق مجاني، ما في داعي للبكة اللابتوب ولا أنه نتحجج ما بنعرف مونتاج. أنا هلا حأشرح هذا التطبيق بشكل كتير بسيط ومفصل، بدي حاول قدر الإمكان أنه ما يكون الفيديو طويل. بخليكم مع الشرح وبشوفكم بآخر الفيديو. بالبداية لازم نكون منزلين الابليكيشن من أي موبايل، كان iOS أو أندرويد. هيدي واجهة التطبيق، فينا نعمل تعديل على الصور أو نجمع صور ونكتب عليها. المهم نحن هلا بدنا نعدل على الفيديو. منفوت على الفيديو ومنختار من الجاليري الفيديوهات والصور اللي بدنا نعدل عليها. أنا حأختار هلا بطريقة عشوائية أي فيديوهات لأقدر بس اشتغل عليها قدامكم بشكل كتير بسيط، وانتو عليكم تكتشفوا المزايا التانية. هون بيكون عنا الصوت، ما بدنا الصوت، منفوت من الصوت ومنعمل done او apply لكل الفيديوهات. هون بيطلع عنا كل الفيديوهات بلا صوت. وهلا علينا نختار مقاس الفيديو، فينا نختاره للانستغرام او لستوري انستغرام او لليوتيوب او للتيك توك او كتير قصص. وفينا كمان نغير الأبعاد الفيديو، وباك جراوند ممكن نختار ألوان، ممكن نختار صورة من قلب الجاليري، أو فينا نعمل الصورة بلار من وراها. نحن هنختار اليوتيوب ونحدد المعايير ونضيف صوت. ولنضيف صوت على الفيديو في عنا كتير خيارات، ممكن من فيديو موجود معنا بدنا نشيل من عنده صوت، أو من الساوندز الموجودين بالتطبيق نختار أي غنية موجودة، أو ريكورد مثل ما أنا هلأ عم بعمل، أو إفكت منضيفة على الحركات اللي بدها تطلع على الفيديو مثل ستيكر مثلا. لهلأ نحن حنضيف ستيكر على الفيديو، نختارها موجودة ممكن تكون بالتطبيق أو ممكن نجيبها من الجاليري. نفوت على الجاليري منختار الصورة اللي بدنا إياها تطلع، بتطلع نختار لها حركة بس لحتى نشوف كيف ممكن تظهر بقلب الفيديو، من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، في كتير خيارات انتو بتفوتوا بتشوفوها. نختار المكان اللي بدنا تطلع فيه الستيكر نكتب النص اللي بدنا اياه. طبعا فينا نختار اللون، الخط، خلفية الكتابة، الحركة كمان مثل ما عملنا الستيكر، والمكان والسايز. كل هيدا الشيء ممكن نختاره بكل بساطة. هون اخترنا الحركة اللي بدنا نضيفها على النص، كيف بده يطلع بقلب الفيديو. هون إذا حابين تضيفوا إفكت فيكم تضيفوه، بس يطلع النص تطلع مثلاً. يا ريت تكونوا سمعتوا شوي. هون إفكت بالشكل للفيديو، في كتير إفكت ممكن الواحد يعوزها، بس أنا ما كتير بعوزها بفيديوهاتي، وحتى هولي كمان حق مصاري. إذا أنتم مضطرين عليهم عادي فيكم تشترون لأنه الباء كتير رخيصة. هون عم ورجيكم هن، بس أنا ما بفضلهم كتير لأنه بيعطوا شوي شكل مش حلو للفيديو. هون فلتر، نختار الفلتر ومنختار حدة اللون الموجودة بقلب الفلتر إذا بدنا إياه حادق كتير أو هافي. وكمان فينا نلعب بالألوان ونغير ألوان كتير بالفيديو، بحدة اللون فينا نختار اشياء كتير حلوة. كمان انتو بتفوتوا
وبتعملوا الأشياء اللي أنتوا بتناسبكم. أنا اخترت هيدا الشيء وعملته أبلاي لكل الفيديوهات، بس مجرد أني عملكن عن ميزاته. فينا هون نقص الفيديو ونقطع بالسبليت، منشيل قصص من الفيديو ما بدنا إياها. فينا كمان نغير السبيد، السرعة، فينا نغير السرعة، نبطئ كتير، نسرع كتير، مثل ما نكون عم بتشوفوا هلأ. هون سرعناها كتير، ما بدنا هيك، منرجع منعيد السرعة ومنرجع على السرعة الطبيعية، أو منبطئ شوي أو منزيد شوي. في ميزات كتير، ممكن نعمل نقلب الصورة من اليمين للشمال، ممكن نعمل فريز لصورة معينة من الفيديو ونخليها ثانيتين ثلاثة واقفة. وشفتوا كيف شلت أنا الواتر مارك بالريموف ديس وان اون فري. وهيدي الحركة فينا نضيفها بين الفيديوهين، يعني كمان حركة صغيرة تبين بين الفيديوهين، مثلا هيك، شوفوا هيك، مثلا بين كل فيديوهين فينا نضيف حركة، وبنعمل سيف وخلص عنا الفيديو. وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. وهيك بكون شرحت لكم تطبيق بكل ميزاته. طبعا هو في له باكيج حق مصاري لنعمل فيها قصص زيادة، إذا أنتم طارين عليهم عادي فيكم تشتروها، وفيكم تشوفوا البرنامج بكل ميزاته. وحابة أوجه تحية لقناة أكلات حموية مغتربة، ورابط القناة تبعيتها حتكون بصندوق الوصف إذا حبيتوا تزوروها وتشوفوا أكلاتها الطيبة. وبقلها ميرسي كتير على كومنتاتك الحلوين وعلى متابعتك لكل الفيديوهات. ما تنسوا تحطوا لي كومنت حلو مثلكم. أنا إيمان بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.